يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية وعدد أيضا من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع